نحتاجش نناقشوا، لان البدايه ديالي بدات من الفيسبوك. يعني الناس الاغلبيه، ماشي الناس كلهم، الاغلبيه ديال المغاربه، الجمهور المغربي ولا الناس اللي دابا تبارك الله باقين صغار في السن وهذا، عرفوني على طريق الفيسبوك. ولهذا الحمد لله يعني تفتحوا ابواب من الاذاعه والتلفازه المغربيه ومن الصحافه، من والحمد لله يعني كنحس بحال خديت كناخذ حقي يعني فنيا. يا ريت وماشي بعيد يكون، ماشي بعيد، لان اللي حضرك لهاد السلسله واللي حضرك الفيلم سينمائي واللي يعني تقدر تجي الفكره ديال مخرج يدير فيلم او مسلسل كيتعلق بالغناء، علاش لا؟ جميل. رمضان انا كندوزو عادي يعني، عندي بحال رمضان بحال الفطر يعني، ما كيأثرش عليا. كنعيش الجو الرمضاني مع الصحاب مع الحباب، كنخرج كنمشي كنقلب علاش غنحط الفطور. زوين، والله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وسلامة الوقت ان شاء الله، ونكونوا ديما شعب مغربي زوين مسالم، ونكونوا ديما ضاحكين، والله يبعد علينا ولاد الحرام. انا ما كنخدمش في رمضان، حياتي كلها ما كنخدمش في رمضان، لان كنعيش في بلجيكا، كندوز واحد الاسبوع هنا، كناخذ داكشي اللي خصني وهذا، وكنمشي ندوز رمضان مع وليداتي وعائلتي في بروكسل. يعني جو عائلي، كنسى انني كنت خدامه وهذا، لان كيولي جو اخر مع وليداتي مع خوتي مع هذا. كندوزو، ولكن ملي كيسالي رمضان وكنجي كنقول كون بقى رمضان غير سيمانه، لان كيولي واحد الجو اخر ثاني زوين.